السينما المغربية تعود وبقوة في النسخة الخامسة لورشات الأطلس، برنامج واعد ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، يتميز بإبراز الدينامية الرائعة لهذه الأعمال الفنية المغربية. من خلال المهرجان والأفلام المشاركة هذه السنة، نرى أن الأفلام التي تمت برمجتها تظهر دينامية حقيقية وإحياء حقيقي للسينما المغربية. برنامج الورشات يقدم هذه السنة 16 مشروعاً في مرحلة التطوير وستة أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج لسينمائيين من 11 دولة من القارة الإفريقية والعالم العربي. أمل وأعتقد أن العمل الذي نقوم به هنا بشكل جماعي في ورش العمل وفي المهرجان سيتم مشاهدته في العالم، لأن مهرجان مراكش هو مهرجان مهم جداً. المشاريع المختارة تستفيد من مواكبة خاصة من قبل مستشارين في كتابة السيناريو والإنتاج والتوزيع والمونتاج والتأليف الموسيقي، خطوة مهمة للدفع قدما بهذه الأعمال الفنية الواعدة.